students in our biology session. أهلا بكم أعزائي الطلبة وطالبات الثانوية العامة. Today we are talking about the human immune system. Last session we were talking about the immune system in plants. Today we will talking about the immune system in human إن شاء الله. معاكم ميس فاطمة الصرفي senior biology teacher. النهاردة إن شاء الله هندخل في الـ immune system or human immune system إزاي جهاز المناعة في جسم الإنسان. هنبدأ النهاردة نتكلم عن الـ structure بتاعه في بكل الـ components بتاعته، وإن شاء الله السيشن الجاي بإذن الله هنتكلم عن الميكانيزم بتاعته بطريقة بسيطة وسهلة. بداية هنتكلم عن إيه هو الـ human immune system. لو حبينا نعرفه أو نتكلم عن الـ structure بتاعه، هو أصلاً عبارة عن الـ system ده عبارة عن الـ parts بتاعته scattered through the body. It's not structurally, it's not linked with each other. Something like the endocrine system. بمعنى إيه؟ بمعنى إن الـ immune system يشبه كتير الـ endocrine system. في إيه بقى؟ في إن هو برغم إن هو functionally هو المفروض إن هو بيشتغل act as a one unit كأنه system كامل في معامل ترابط مع بعضه ولينك together. في الشغل بتاعه طبعا كل cooperate with each other parts بتاعته والorgans وكل حاجة، إلا إن هو function structurally هو scattered، بمعنى إن هو متفرق في الجسم كله ومش موجود في مكان واحد، هو مش مرتبط مع بعضه as a usual systems زي مثلا respiratory or digestive system. لا، هو المفروض إن هو متوزع في الجسم كله، مش موجود في مكان واحد، ومش متصل كل الorgans بتاعته أو كل parts بتاعته بشكل structurally مع بعضه أو linked to each other. لكن هو functionally طبعا هو act as a one unit. يبقى هو الـ immune system زي ما قلنا كده هو بشكل structure or anatomical هو إن هو المفروض إن هو الـ parts بتاعته scattered in all the body of the human. أوكي، إحنا المفروض إن هو بيتكون عندنا من organs، وإحنا هنتكلم عن الـ organs بتاعته، بس إحنا عايزين نقول حاجة مهمة قوي، إن إحنا عادة أو بنسمع كلمة lymphatic system. هل lymphatic system هو immune system؟ لا، إحنا لازم نفرق ما بين الكلمتين دول، مهمين قوي، لأن الـ immune system المفروض إن هو بيتضمن حاجات كتيرة جواه، ومن ضمن الـ components بتاعته الـ lymphatic system. يعني الـ lymphatic system المفروض إن هو part من الـ immune system، من جهاز المناعة بتاعنا. lymphatic system إحنا كنا خدنا عنه نبذة بسيطة السنة اللي فاتت، أو احنا بنتكلم احنا قلنا ان هو بيشبه الى حد كبير اللي هو السيركيولاتوري سيستم، عنده فيزلز وعنده سيلز وعنده حاجات، المفروض ان هو عنده سيل بتاع الفلويد اللي هو حصل له فلتريشن من البلازما بتاعت الدم وماشي في الفيزلز بتاعته. اتكلمنا عنه مش هنراجع دلوقتي، لكن احنا بين النهارده هناخد زياده شويه ان الليمفاتيك سيستم ده بيتكون من اورجانز، وان الاورجانز دي بنسميها الليمفويد اورجانز. الليمفويد اورجانز هي المفروض ان هي جزء من الليمفاتيك سيستم اللي هو جزء من الاميون سيستم. اوكي، يبقى طيب انا من بعض اجزاء الليمفويد اورجانز انا عندي بسميها الليمفوسايتس. ايه هي الليمفوسايتس؟ بيقول لي هي مين كومبوننتس في الليمفاتيك سيستم، يعني هي المكون الاساسي في الليمفاتيك سيستم. ليه؟ لان هي تقريبا الهوم بتاع الليمفوسايتس دي. ايه هي الليمفوسايتس او ايه هو الليمفاتيك سيستم؟ بيتكون من ايه؟ وده اللي احنا عايزين نتكلم عنه. طيب تعالوا نتكلم الاول عن structure of lymphatic system، واحنا جايبين الحاجه اللي احنا او الصور او الكتاب اللي احنا اتعودنا نذاكر منه طول السنه، بحيث ان احنا ما يبقاش الشكل عندنا مختلف. عايزاك وانت بتذاكر تاخد بالك ان الليمفاتيك سيستم الاستراكشر اللي قدامي ده انا عايزاك تقسمه لثلاث حاجات اساسيه. هو اولا زي ما هو قدامي بالرغم ان هو موجود من 6 بارتس زي ما انا شايف دلوقتي او 6 كومبوننتس، لكن احنا هنعملهم 3 مين كومبوننتس وبعد كده هنتكلم عنهم بديتيلز. تعالوا نتكلم، لو انا قلت ان هو عباره عن ليمفويد اورجانز يعني دي اورجانز، وبعدين لو قلت 2 3 4 دول ليمفوسايتس واذر وايت بلاد سيلز وماكروفاجز، دول كلهم عباره عن سيلز، دول كلهم عباره عن خلايا، لكن خلايا مختلفة ومتنوعة. احنا قسمناها على حسب الاستراكشر بتاعها والفانكشنز بتاعها ووظيفتها واماكنها وهكذا، وهنتكلم عن ده. طيب وبعد السيلز انا عندي ايه؟ عندي كيميكلز، عندي سبستنس عبارة عن مواد كيميائية، وعندي
اجسام بسميها الانتي بايوتكس اور اللي هي سام تايبس اوف بروتينز. يبقى انا لو اتكلمت عنها بشكل اساسي انا عندي اورجانز وسيلز وكيميكالز سيلز وي سام اورجانز او سام انتي بايوتكس اللي احنا بنسميها الانتي بايوتكس. اوكي طيب نتكلم بقى عن الليمفويد اورجان والليمفوسايتس. السيلز دول عباره عن ثلاث انواع. ايه هي السيلز؟ عندي الليمفوسايتس. اوكي بدايه لازم اعرف ان كل انواع الليمفاتكس او السيلز الموجوده في الليمفاتك سيستم هي نوع من او هي النوع من الريتلا من السيلز بتاعك الموجوده في الدم. بس انهي نوع من انواع السيلز الموجوده في الدم؟ هي جاست الوايت بلاد سيلز. يبقى انا بتكلم على كل انواع الليمفاتيك سيستم دي بتتكون اصلا من وايت بلاد سيلز. يبقى انا عندي الوايت بلاد سيلز فيها كذا نوع. عندي الليمفوسايتس. اوكي الليمفوسايتس واللي احنا هنتكلم اساسا هي بتتكون من ايه؟ من ثلاث انواع بس من السيلز اللي هم مين هنتكلم عنهم. بعدين عندي other white blood cells وهنعرف ايه اللي تسمت بالاسم ده. وبعدين عندي sometimes من السيلز اسمها macrophages. تعال نبدا بالاورجنز الاول. ايه هي الاورجنز اللي انا بسميها lymphoid organs عندي؟ وزي ما احنا قلنا ان الاورجنز دي scattered on parts of the body. دي متوزعه في all parts of the body. عندي هنا البون مارو وهنتكلم عنه طيب. طبعا sinus gland, tonsils, spleen, parasite and lymph nodes. اوكي الليمفوسايتس عندي ايه؟ تي سيلز وتي سيلز وناتشورال كيلر سيلز. والتي سيلز احنا قلنا ان انا عندي 3 تايبس منها. عندي هيلبر تي سيلز او تي اتش سايتوتوكسيك تي سيلز او تي سبريسور تي سيلز اللي هي تي اس. اوكي يبقى احنا اختصرناهم. طيب الاذر وايت بلاد سيلز عندي البازوفيلز والايوسينوفيلز والنيوتروفيلز والمونوسايتس. دول الانواع احنا عارفين يعني ايه البازوفيلز طبعا اللي هي هنمسك واحده واحده فيهم بالتفصيل. طب عندي الماكروفيرز او اللي احنا بنسميها الفاجوسايتوزيس سيلز الخلايا اللي هي بتعمل عمليه فاجوسايتكس او الفاجوسايتوزيس اللي هي الخلايا البلعميه. عندي منها نوعين الفيكسد وتبقى ثابته وموبايل اللي هي المتحركه. طب ايه انواع الكيميكال سبستانس عندي؟ عندي الكيموكينز والانترلوكينز والكومبلمنتس والانترفيرونز. وبعد كده انا عندي الانتي بوديز بي الفايف تايز بتاعتها اللي هي اولا اختصارها او احنا بنسميها الاي جي واحنا عارفين هي جت منين وهنرجع عليها. لكن هي كام نوع؟ الام والاي والجي والاي والدي. اوكي ليتس جو نبدا اول حاجه بالاورجانز immune system او organs of lymphoid organs. او هي الاورجانز عندي بدايه احنا عارفين ان انا عندي طبعا البون مارو. البون مارو ده اول حاجه وده الاساس عندي في الاورجانز بتاعت الليمفاتيك سيستم. ليه؟ لان اولا بنقول ان الفانكشن بتاعه البون مارو ده ان هو بيعمل برودكشن اوف ريد بلاد سيلز والوايت بلاد سيلز والبلاد بليتلتس. اولا احنا درسنا من السنه اللي فاتت ان البون مارو هي اللي بيتصنع فيها all types of blood cells كل انواع البلاد سيلز. اوكي بما فيهم الوايت بلاد سيلز اللي هي تخصني هنا في الليمفاتيك سيستم. يبقى هو اساسي داخل في الاستراكشر بتاع الليمفاتيك سيستم لان هو اللي بيعمل برودكشن للوايت بلاد سيلز اللي انا محتاجاها في الجهاز بتاعنا ده. اوكي التيشو دي موجوده فين او اللي هي السايتس بتاعه؟ التيشو ده فاوند انسايد ذا فلات بونز. هل كل انواع البونز او البون مارو ده عباره عن نسيج موجود داخل بعض انواع البونز؟ انهي بونز اللي هي بتحتوي على هذا التيشو؟ البونز اللي هي بتبقى فلات بونز اونلي مش كل البونز اللي هي بالشكل ده. وكمان الهيدز اوف لونج بونز زي مين؟ زي الفيمور والتيبيا والهيومرس. تعالوا نشوف فلات بونز زي ما احنا عارفينها طبعا كلافيكل والريبس الستيرنم سكال فيرتيكال كولوم بيلفيك شولدرز. كل الحاجات دي اصلا من فلات بونز اللي من جواها كده لما نيجي نفتح العظمه دي من جوه او زي الهيد اوف لونج بونز العظام الكبيره دي بنلاقي ان هي من جوه العظمه فيها نسيج كده اللي هو النسيج اللي داخلها او تيشوز ده اللي هو بيبقى بنسميه البون مارو او خيال العظم. ده هو اللي بيعمل برودكشن للاول تايبس اوف بلاد سيلز وبما فيهم الوايت بلاد سيلز اللي هو المين كومبوننتس اوف الليمفاتيك سيستم. اوكي بعد كده عندي ايه؟ عندي نوع من انواع الجلاند اللي هي اسمها ساينس جلاند. احنا كنا اشرنا اليها واحنا بندرس او بنتكلم في الهرمونز وقلنا اسمها سريع لكن احنا قلنا احنا اتاجلت دراستها في الاميونيتي على اساس ان ده الفانكشن بتاعها الاساسي او الرئيسي. بيبقى لها جلاند او اندوكراين
جلاندز، فهي المفروض ان هي برضو بتعمل سكريشنز اوف هرمونز. الهرمونز ده وظيفته ايه؟ طب بدايه كده اعرف الجلاندز دي موجوده فين؟ قال لي هي موجوده لوكيتد اون ذا تراكيه اباف ذا هارت، هي موجوده على التراكيه فوق الهارت بشويه كده، بيهايند ذا ستيرنم كون، عندنا عظمه الستيرنم هي وراها على طول. طب وظيفتها ايه؟ هي اندوكراين، يعني هي بتفرز بتعمل سكريشن للثايموسين هرمونز. وده بيعمل ايه بقى الثايموسين هرمونز ده؟ بيعمل ستيميوليت الماتيوريتي اوف ليمفويد ستيم سيلز. يعني ايه كلمه ستيم سيلز؟ ستيم سيلز دي الخلايا اللي هي لسه ما حصلهاش ماتيوريشن، بمعنى كده ان هي لسه خلايا هنسميها اللي هي بيسموها الخلايا الجذعيه، اللي هي لسه ما تخصصتش، ما خدتش شكل معين او وظيفه معينه بتأدي ليها. يعني هي بالاول بتتخلق او بتتكون كستام سيلز، هي لسه ما خدتش وظيفه معينه، وانا ممكن اعمل لها ماتيوريشن متخصص بقى بعد كده. يبقى ده بيحصل لها فين بقى الكلام ده كله؟ بيقول لي الماتيوريتي اوف ليمفويد ستام سيلز تو تي سيلز، عشان احولها لتي سيلز بالانواع بتاعتها المختلفه، ويحصل لها ديفرنشيشن للتي والسي والاس والكلام ده، دي انتو ديفرنت تايبس بتاعتها. ده بيحصل فين؟ في السينس. يعني بعد كده ان هي اولا الستيم سيلز دي بتخرج من البون مارو، وبعد كده تعدي على الثايموس جلاند، وهناك يحصل لها الماتوريشن والديفرنشيشن للتايبس بتاعتها كلها. اوكي، تين وات بعد كده ايه الاورجان تاني عندي؟ عندي التونسلز، دي من الانواع اللي هي موجوده فين، او دي من الاورجانز اللي هي موجوده في الماوس. احنا عارفين ان هي دي سبيشاليزد ليمفويد اورجانز، والجلاندز دي موجوده في ايبوسايتس اوف هير بورشن اوف ماوس، ودي بتعمل بيك اب لاني مايكروبس اوف فورين اور فورين بودي بيدخل مع الانترز فود اور اير، اي حاجه تدخل مع الاكل او الهواء او احنا بنتكلم او اي كان، وطالما الماوس مفتوح فممكن يدخل اي فورين بودي، ودي بتعمل بيك اب لاي فورين بودي بيدخل او اي مايكروبس، يبقى هي وسيله او حفاظ او بارير موجود قدامي من الاول. يبقى دي باريرز من او من خطوط المناعه، زي ما احنا قلنا كده في البلانت ان انا عندي فيرست لاين اوف ديفنس وسكند لاين اوف ديفنس. انا دلوقتي بتكلم على الحاجات دي كلها من الفيرست لاين اوف ديفنس، واحنا بنتكلم عنهم واحده واحده. طيب اوكي، تعالى ندخل على السبلين. وده سبلين برضو طبعا احنا عارفين ان هو الطحال، وده موجود عباره عن فويد اورجان، its size not more than الفيست، and color بتاعه dark red، يعني لونه احمر غامق كده، وهو اصلا جزء صغير. موجود فين ده؟ موجود في الابر ليفت سايد اوف ابدومينال كافيتي، موجود في التجويف البطني في الابر ليفت سايد. المفروض وظيفته ايه؟ هو بيلعب دور مهم جدا في الاميون. ازاي بقى؟ هو اصلا بيحتوي ان هو في داخله او جواه على large numbers of macrophages. ايه هي الماكروفاج دي؟ احنا عارفين الماكروفاج دي هي نوع مخصوص من الوايت بلاد سيلز، نوع كده مشهور جدا ومن اهم انواع الوايت بلاد سيلز. هي خليه كبيره بتبقى specialized white blood cells which pick up all that اي حاجه strange، اي حاجه foreign body بتدخل اي microbes اي virus او whatever، اي حاجه بتدخل الجسم فيه foreign bodies او بتعرف على انها حاجه غريبه عنه، المفروض ان هي بتعمل لها attack او ان هي اللي بتعمل لها pick up. اوكي، هي عامله كده بنسميها زي المكنسه مثلا اللي بتكنس او بتلم الحاجات اللي هي الفضلات الموجوده، مش بس اي foreign body ده، حتى sentient somatic cells، يعني حتى الخلايا الجسديه اللي حصل لها دلوقتي سنسنت، يعني هي بقت هارمه او ان هي بقت خلاص العمر بتاعها الافتراضي خلص، والمفروض ان هي بقت دلوقتي هنتخلص منها الجسم. عشان يتخلص منها الجسم المفروض ان انا باخد منها الحاجات المهمه اللي فيها، وبعد كده بيحصل لها ديزنتجريت للكومبوننتس بتاعتها اللي هي، ويبدا يحصل لها ديجنريت فين في، او بتتخلص منها الماكروفاج، بتبتلعها، بتعمل لها عمليه اللي هي فاجوسايتوزيس كده، بتبتلعها او عمليه البلعه زي ما بتتسمى، وبتحللها خالص وبتطلع بس الحاجات الكومبوننتس الاساسيه اللي فيها. يبقى الماكروفيرز هي بتلم اي حاجه، حتى بقيه الوايت بلاد سيلز كل واحد فيهم ليه فانكشن معينه وبيعمل ايه او بيقضي على الميكروبس ازاي او الفورين بودي ازاي، بتيجي الماكروفيرز في الاخر هي بتلم بقايا ما عملوا اي سيلز ثانيه. احنا عايزين نعرف ان الاميون سيستم زي ما سبق وقلنا قبل كده ان هو لايك ذا ارمي، هو عامل زي الجيش بالنسبه للجسم، في خط دفاع اول فيرست لاين اوف ديفنس، سكند لاين اوف ديفنس، ثيرد لاين اوف ديفنس، وهكذا. خطوط الدفاع دي بكل السيلز اللي فيها وكل الاورجنز اللي فيها علشان تعمل دلوقتي بتعمل بروتكشن للبوديز. هي بتبدا اولا بكل خطوط الدفاع وكل انواع الاسلحه اللي عندها،
كده انا عندي في الجيش بتاعنا عندنا زي عندنا ضباط، عندنا عساكر، عندنا انواع مختلفه باسلحه مختلفه. نفس الحكايه هنا، عندي organs، عندي cells، عندي tissues، عندي chemicals، وكل جزء فيهم ليه سلاح مختلف بيحارب بيه او بيعمل فيه، بيعمل protection، بيعمل attacking، بيعمل دلوقتي بيعمل مثلا ان هو هيعمل pick up للميكروبس اللي داخل ده بشكل مختلف. المهم ان هم كلهم بينظموا شغلهم في الاخر بحيث ان هم يدافعوا عن الجسم. طيب الليمفوسايتس دي عندي بعد كده احنا بنقول اللي هي they are other types of white blood cells which release special affine proteins اللي احنا بنسميها الانتي بوديز. الانتي بوديز دي اللي احنا هنتكلم عنها اللي بتفرزها طبعا البي سيلز، وهنتكلم دلوقتي بتبقى شكلها عامل ايه، او ان هي بتتخصص different against نوع معين، فيروس معين او مايكروب معين. طيب عندي أورجان تانية بسميها فايرز باتش أو بقعة فاير، دي موجودة فين؟ هي عبارة عن سمول ليمفويد سيلز، هي مجموعة من السيلز عاملة تيشوز كده أكيوميليت في أو عاملة ماسز أو كتل معينة، عاملة أجريجيشن أو تكتل أو تجمع من السيلز دي، موجودة في الانترنال كافيتي أو اللايننج بتاع السمول انتستن. يبقى السمول انتستن من جوه لايننج فيها في اللور بارتس بتاعت السمول انتستن، متغطي في الممبرين بتاعها، في مجموعه من السيلز بلاقيها موجوده عامله بقع كده او غامقه بالشكل لانها متجمعه عامله الاجريجيشن ده والاكيوميليشن، فهي ليها وظيفه معينه او ليها وظيفه مناعيه، فمن هنا سميناها فايرز باتش طبعا بالنسبه للعالم اللي اكتشفها. وظيفتها ايه؟ الفول فانكشن بتاعتها unknown، يعني هي الى الان هي مش معروفه قوي الوظيفه يعني كامله بتاعتها، لكن هو عرفنا ان هي بتلعب او بتلاي important role في immune response against the pathogenic microorganism. اي حاجه انتر بتدخل مع الاكل لحد ما توصل للسمول انتستن، المفروض ان الفايرز وجدوا ان الفايرز باتش دي بتعمل لها اتاك او تقدر تهاجمها وتدافع عن الجسم against الميكروبس او الميكروorganism اللي وصلت لحد ما قدرت توصل لحد السمول انتستن. اوكي then what بعد كده عندي ايه بقى؟ عندي الليمف نودز. الليمف نودز دي عايزاكم تشبهوها ان هي عامله ده بنسميها العقد الليمفاوي. يعني ايه العقد الليمفاوي موجوده فيه؟ دي طبعا بيقول لي السايز بتاعها مختلف، وكمان مش بس السايز، السايز وكمان الاماكن بتاعتها موجوده في اماكن مختلفه جدا من الجسم. اولا السايز بتاعها رينج فروم البن هيد تو سيد اوف سمول بيت، يعني هي يا اما حجمها بيتراوح من حجم صغير قوي قد راس الدبوس لحد مثلا السمول بينز لحد الحبايه الصغيره، حبايه الفول الصغيره. يبقى هي في ديفرنت في السايز وكمان ديفرنت في بارتس بتاعتها، هي سكاترد في الاول بودي اوف بارتس خلاص او الاول بارتس اوف ذا بودي. طيب present along the network of lymphatic vessels. احنا قلنا ان الليمفاتيك سيستم اصلا بيتكون زي ما في organs فهو في vessels، والvessels ده هو اللي بيمشي او الاوعيه بتاعته اللي بيمشي فيها الفلويد السائل الليمفاوي او الليمفاتيك فلويد اللي هو السائل الليمفاوي نفسه اللي هو بيحمل بداخله الليمفاتيك سيلز او الليمفوسايتس. اوكي يبقى هي متوزعه على الشبكه دي، يبقى انا عندي الشبكه نتورك اوف ليمفاتيك فيزلز، ومن خلال الشبكه دي عندي متوزع فيها متوزع عليها سكاترد كده عليها الليمفاتيك نودز دي متوزعه. انا عايزاكم تتخيلوها زي ما هنا كده الصوره عندي بالشكل ده، هي عامله زي ما يكون عندي زي الكمائن بالظبط، يعني الليمفاتيك نودز عامله زي الكمين اللي موجود على النتورك او موجود على شبكه الطرق، عندي كمائن مختلفه في عده اماكن مختلفه بحيث ان كل اللي ماشي كل فتره بيمشي بيعدي على كمين عشان الكمين ده يتاكد من اللي ماشيين دول، يشوف كل واحد فيهم الدنيا تمام ولا لا، عشان اسمح بان هو يمر او لا يمر. والله لو كان كويس هيمر، لا عنده حاجه او هو مشكله او هو عدو او هو حاجه مش كويسه، يبقى انا بعمل له بيك اب او بلتقطه في من الكمين ده. هي موجوده عشان تعمل كده، يبقى هي مختلفه او هي منتشره ومتوزعه في الجسم كله زي الكمين اللي هي بتظبط النتوركس دي كلها. طيب
موجوده فين بالظبط او فين الاماكن بتاعها؟ قال لي في اماكن كتير زي مثلا under armpits، موجوده تحت ال under arm، two sides of necks طبعا upper عند ال upper thigh، و near the internal body organs، ومتوزع في ال internal body organs بتاع الجسم. طيب structure بتاعها دي طبعا structure بتاعة ال lymph node من الحاجات المهمه، واللي هي عندنا رسم طبعا وانتوا عارفين دي ان هي رسمها مهم جدا. النوز دي divided internally، لو احنا شفناها internally كده من الداخل فهي المفروض ان هي متوزعه او هي من جوه متقسمه لكذا جزء. لو شفناها ان هي internally كده هنلاقيها لبوكيتس، او عباره عن مثلا بوكيتس زي اللي انا شايفاها بالشكل ده، او كابسولز. خلاص البوكيتس دي بقى من جواها filled with T lymphocytes و T lymphocytes و macrophage and other types of white blood cells. يعني فيها انواع كتيره جدا من الليمفوسايتس، يعني هلاقي فيها P و T و macrophage بكميه كبيره جدا. احنا قلنا واحنا بنرسمها دايما برسم بوكيتس ماشي، او بقسم البوكيتس كلها واجي عند بوكيت واحده بس واملاها بالسيلز بتاعتها، إيه علشان الوقت طبعا بتاعنا. فحرس وراعي جدا واحنا بنرسم ان البوكيتس دي تكون فيها different types of cells، يعني اللي بيصحح يبقى واخد باله ان دي ثلاث اشكال مختلفه من السيلز، يعني يبقى واضح ان انا مثلا مش شرط تبقى شكلها ايه، لكن انت او انت تبقى واخد بالك وانت برسم انها تبقى واخده اشكال مختلفه على اساس تديني الثلاث انواع الاساسيه بتكون عندنا. طيب هوضح المهم جدا ان انا ان الليمف نود دي كونكتد طبعا لليمفاتيك فيزلز، انا لازم يكون عندي ليمفاتيك فيزل وعندي افرنت وافرنت، وطبعا اللي هو واضح ان جواهم فالف واضح جدا لازم في الرسمه، ولازم طبعا يبقى في عندي ارتري وفينز متصلين بيهم اللي هم بيوصلوا لها البلد طبعا بتاعها. طب الفانكشن بتاعت الليمف نودز دي ان هي بتعمل بيوريفاي للليمف، طبعا هو بيمر من خلالها بيحصل له فلتريشن او بيوريفاي من اي هارمفول سبستانس، اي مايكروبس، اي فورين بودي، فهي بتعمل له بيك اب وبتلتقطه السيلز اللي جواها. وهي بتخزن جواها بتعمل ستور الوايت بلاد سيلز او اللي هي الليمفوسايت دي علشان تعمل فايتنج اجينست اني ديزيز، وتقدر ان هي اي مرض يدخل فيما بعد كده هي بتكون محوشه جواها الليمفوسايت. طيب نمسك بقى ايه هي الليمفوسايتس عندنا. احنا قلنا من الليمفوسايتس في الاول ان انا عندنا 3 تايبس منهم، احنا قلنا البي والتي والناتشورال كده. بدايه كده لو اتكلمت عن الليمفوسايتس احنا بنقول النسبه بتاعتها او الرينج بتاع البرسنتج بتاعها اباوت 20 to 30% of white blood cells in the blood. يعني النسبه العامه بتاعت الوايت بلود سيلز لو هي 100 مثلا، فانا من 20 ل 30% منهم وايت بلاد سيلز من البلاد، يعني البلاد كله انا عندي الوايت بلاد سيلز هي واخده من الوايت بلاد سيلز بس من 20 ل 30. اوكي الاول لينفوسايتس فورمد، طبعا احنا اتفقنا ان كل الليمفوسايتس زي كل انواع اللي هي البلاد السيل البلاد سيلز كلها تتكون في البون مارو، الريد بون مارو، وبركز جدا ان لازم اقول ريد بون مارو، يبقى all lymphocytes formed in the red bone marrow. Beginning they don't have any immune ability، يعني هي طالما هي في الاول لسه ما بقالهاش اي قدره مناعيه، او هي لسه حاجه صغيره لسه ما اتشكلتش ولسه ما بقالهاش فانكشن او وظيفه محدده في البدايه كده، انا بسميها لسه ستيل، هي ستيل ستيم سيل. ستيم سيل يعني خليه اجذعيه، يعني خليه لسه ما حصلهاش maturation or differentiation. لكن هي بتمر بعد كده في processes بيحصل لها فيها maturation and differentiation. فين بقى؟ في lymphoid organs after they change into cells that have ability to offend. بعد كده هي بتبدأ تتخصص بقى في نوع الاميون بتاعها، او هي هتعمل ايه، وظيفتي ايه انا في الجهاز المناعي ده بعد كده. لكن هي بتتولد الاول او تتكون الاول كستيم سيل لسه ما حصلهاش حاجة. يبقى طيب بعد كده هي كلهم على بعض كده بشكل عام هم المفروض ان هم بيعملوا ريفولف ان ذا بلاد تو سيرش فور اني مايكروبس، هم ماشيين في الدم علشان يدوروا على اي مايكروبس، اي فورين بودي، عاملين زي العساكر الدوريه اللي عماله تلف في البلد كلها، هم كده بيلفوا في الدم كله بيدوروا على اي حاجه غريبه، اي عدو للجسم ده، عشان ان هم يقدروا يعملوا يشغلوا بيه الاميون ميكانيزم تو جيت ريد اوف اي باثوجينيك مايكروبس.
ديت بعد كده بيعمل ايه بقى؟ تراي تو انفيد ذا بودي، اي حاجه تقدر تعمل او عايزه ان هي تعمل انفيد ذا بودي، ريبروديوس اند سبريد ان ات، وعايزه تنتشر فيه، طبعا احنا بنعمل له بنمنعه، وتبدا الليمفوسايتس دي تشتغل بكل واحد بالفانكشن بتاعته. طيب الليمفوسايت زي ما احنا قلنا كده عندي البي والتي والناتشورال كيلر سيلز، فاحنا هنتكلم عنهم بدايه. There are two types of lymphocytes, three types sorry. احنا قلنا مين هما 3 types دول؟ اللي احنا قلنا البي سيلز. بي سيلز احنا بدايه احنا قلنا خدناها البرسنتج بتاعها، النسبه بتاعتها قد ايه؟ من 10 to 15 of the lymphocytes in the blood cells. يعني احنا قلنا ان lymphocytes نفسها من 20 ل 30% من ال white blood cells اللي من الدم كله. طيب ال B cells كان بقى من ال 20 ل 30% دول هم من 10 ل 15. اوكي؟ طيب هي بتتكون فين ال B cells؟ هي formed in bone marrow، من هنا جاي اسم ال B cells. اوكي؟ هي B cells هي بيحصل لها، ده اللي احنا لازم نفرق ما بين ان هي حصل لها maturation وحصل لها يعني هي production وماتوريشن بتاعها، يعني حصل لها formed وماتور في البون مارو، يعني هي اتكونت وحصل لها الماتوريشن بتاعها او النضج بتاعها ان ذا بون مارو، فعلشان كده هي خدت اسم البي سيلز، لان هي طالعه من البون مارو هي جاهزه، هي اتكونت وتشكلت وحصل لها عمليه النضج بتاعتها وبقت ليها وظيفه محدده. يبقى الفانكشنز بتاعتها ان هي بتعمل ايدنتيفاي لاني مايكروبس اور فورين ماتيريال such as البكتيريا اور فيروس، وبعد كده بتعمل ادهير للفورين ماتيريالز دي. ليه بقى هي بتمسك فيه ليه او بتلزق فيه ليه؟ ودي اللي هنشوف وهنعرف هي بتعمل كده ازاي، بتعمل الادهير ده ازاي في الميكانيزم ان شاء الله السيشن الجاي علشان تتعرف عليه وتنتج له انتي بوديز متخصصه ليه مخصوص للميكروبس ده او الفيروس ده. يبقى بتعمل انتي بوديز فور ذيس ماتيريال تو ديستروي ذم. اوكي يبقى بي سيلز طيب دي الوظيفه بتاعتها ودي النسبه بتاعتها. طيب بعد كده عندي مين؟ عندي تي سيلز ودي الاكبر شويه بقى، عندي هي اباوت النسبه بتاعتها حوالي اللي هي 80% اوف ليمفوسايتس. طيب هي فين بقى؟ اتكونت حصل لها فورمت فين؟ في الريد بون مارو، لكن حصل الماتوريشن بتاعها فين؟ في زي ما احنا عارفين كده حصل لها الماتوريشن بتاعها في الثايموس جلاند. الصوره دي من الصور المهمه جدا اللي هي بتوضح لي ان الريد بون مارو دي الريد بون مارو اللي بيعمل لي برودكشن او فورمد لي الليمفوسايت البي والتي سيلز، يعني البي والتي سيلز خرجوا من هنا. البي سيلز او السيل اللي لقيها خرجت من بون مارو ومشيت على طول في الليمف او مشيت في البلاد فيزلز على طول في الدم على طول جاهزه كده، يبقى هي حصل لها ماتوريشن جوه البون مارو جاهزه، يبقى هي طلعت من هنا حصل لها وهي ماتور هي جاهزه، يبقى دي تبقى لازم تبقى البي سيلز لان هي اللي بيحصل لها فورمت وماتور في انسايد ذا بون مارو. لكن لما تخرج من البون مارو وتروح للثايموس جلاند يبقى هي فورمد هنا، لكن لازم تروح هنا في الثايموس جلاند عشان يحصل لها الديفرنشيشن، يبقى دي تي سيلز اللي لفت اللفه دي الاول قبل ما توصل للبلاد فيزلز هنا وتبقى خلاص هي حصل لها الماتوريشن والديفرنشيشن بتاعها للثايموس. يبقى اللي راحت للثايموس دي هي تي، ومن هي جاء الاسم بتاعها اللي هي تي سيلز، يبقى هما كانوا هنا كلهم انتجوا في شكل ستيم سيلز، وبعد كده اللي حصل لها ماتوريشن خرجت بي، اللي ما حصلهاش لسه وراحت يحصل لها تكمل الماتوريشن والديفرنشيشن بتاعها في الثايموس يبقى دي اللي هسميها تي، خرجت للبلاد فيزلز وهي بالثلاث اشكال بتاعها، حصل لها ماتوريشن والديفرنشيشن للثري تايبس بتاعها اللي هما الاتش طبعا الهيلبر والسبريسور والسايتوتوكسيك. طيب يبقى احنا عارفين ان انا عندي دلوقتي زي لسه قايلين دلوقتي ان الهيلب عندي 3 تايبس منها اللي هي الهيلبر تي اتش فانكشن بتاعها، ودي مهمه جدا ودي من اكتر السيلز اللي احنا بنشوف ان هي ليها فانكشنز او وظيفتها مهمه قوي، بتعمل اكتيفيت لاذر تايبس اوف تي سيلز اند ستيميليت تو ذير ريسبونس. هي بس او لازم نلاحظ هنا ان هي مش بس بتعمل اكتيفيت للتي سيلز، هي بتعمل كمان اكتيفيت وستيميليت للتي سيلز، لا هي بتعمل ستيميليت كمان للتي سيلز علشان تنتج الانتي بوديز، وده هنراجعه تاني واحنا بنشوف الميكانيزم ان عشان التي سيلز تنتج الانتي بوديز هي لازم يحصل لها اكتيفيشن التي سيلز. التي سيلز علشان خاطر التي اتش بالذات، التي اتش دي علشان الاذر تايبس اوف تي سيلز اللي هم التي سي والتي اس، عشان كل واحده فيهم تعمل فانكشن بتاعها لازم يحصل لها اكتيفيشن برضه او ستيميوليشن من التي سيلز. يبقى هي بتعمل اكتيفيت لاذر تايبس اوف سيلز، كل انواع السيلز، كل انواع التي وحتى البي كمان. طيب
طيب السيتوتوكسيك تي سيلز او تي سي الفانكشن بتاعها هي سيتوتوكسيك دي قاتل يعني احنا بنسميها سامه هي بتعمل اتاك للفورين سيلز وير زي كيل ذا كارسينوجينيك سيلز هي بتقتل الخلايا السرطانيه وكمان من كتر ما هي سلاح فتاك او قوي جدا هي بتعمل بتقتل ممكن تعمل او تدمر تعمل destroying لي any transplanted organs in the body cells which are infected infected with the virus او حتى transplanted organs خلاص او اي cells بتعمل infect لخلايا الجسم حتى الفيروس يعني transplanted organs الانسان اللي هيزرع كبد هيزرع كلى whatever اي كان الorgan اللي هيعمله transplanted هي برضو cytotoxic او TC بتعمل attack للجزء ده او الorgans كده ومن هنا جت ان هو كان لازم في الوقت ده بيحصل سبريسور او بيعمل انهبت للاميون سيستم للانسان اللي بيخضع لهذه العمليه علشان لحد ما الجسم ياخد على الاورجان الجديد. طيب عندنا بعد كده سبريسور، سبريسور دي احنا عارفين ان هي بتعمل انهبت او ريجوليت ذا ديكري اوف اميون ريسبونس، يعني انا خلاص التي سيلز والبي وكل انواع السيلز دي بحصل لها اكتيفيشن بالتي هيلبر او تي اتش، ده معناه ان هم هيفضلوا شغالين كده فور ايفر او هم هيفضلوا يهاجموا كل السيلز على طول، لا في حد لازم يوقف او يعمل ستوبنج ويعمل عمليه تنظيم لامتى احنا هنشتغل وامتى هنوقف، فمين اللي بيوقف بقى او بينظم العمليه دي اللي هي التي اس او سبريسور، هي بتعمل ريجليت ديجري في الميرو ريسبونس عند وقت معين ريكوايرد ليميت. ودي بتعمل discard or inhibit the action of T cells and B cells after elimination of the pathogen. خلاص احنا قضينا على العدو او الفورين بودي يبقى خلاص احنا ملهاش لازمه ان احنا يبقى عندنا الاسلحه ده او موجودين بالعدد الكبير ده فيبدا نعمل تعمل inhibit ليهم اوكي اللي هي suppress. Natural killer cells ودي طبعا احنا قايلين من 5 to 10% lymphocytes in the blood وformed and matured في الريت بون مارو as usual زيهم كلهم طبعا وهي بتعمل او بنسميها ال NK ودي الفانكشن بتاعها اللي هي بتعمل attack لinfected cells with virus or as carcinogenic cells to kill them المفروض ايه؟ هي بتقتلهم ازاي؟ ال natural killer cells دي هي بتعمل بتفرز او بتعمل secretion لانزيمز يعني هي مش بتروح تهاجم حد لا هي بتفرج منها انزيم معينه الانزيمز دي بتفرز على الجسم الفورين بودي ده وتبدا تعمل له ايه زي ما احنا شايفين كده افرزت هنا اللي هي الفانكشن اللي هي السكريشن بتاعها وبعد كده هو اللي بيروح يعمل اتاك او يعمل ديستروينج للفورين بودي. طب هو بيتعرف ازاي على الفورين بوديز او بيتعرف ازاي او بي سيلز احنا قلنا من ضمن الحاجات اللي احنا قلنا ان هي وظيفتها الاساسيه ان هي بتعمل البرودكشن للانتي بوديز. الانتي بوديز ده بيتكون بناء على ايه؟ انا حاجه بس بسرعه هشاور عليها النهارده او هشير اليها وبعد كده السيشن الجاي هنتكلم عنها بشكل بالانتيجين. انا هتعرف على الفورين بودي ازاي؟ بالانتيجين. لازم نعرف ان انا اي ليفنج اورجانيزم بيدخل جسمي او اي مايكروب هيدخل جسمي هيبقى على او بيدخل في جسم الهيومن فهو المفروض ان هو بيبقى على السطح بتاعه السيرفيس بتاعه من بره زي ما احنا شايفين كده حاجه بنسميها انتيجين. الانتيجين ده المفروض ان هو بسميه كانه الاي دي بتاع الجسم ده فالمفروض ان انا بتعرف على الجسم او الفورين بودي ده من خلال الانتيجين بتاعه يبقى الابانتيك انتي بوديز اكوردنج للانتيجين الموجود على الفيروس او البكتيريا او المايكروبس او اي نوع من انواع المايكروب. طيب احنا كده خلصنا الليمفوسايتس بقى عندي الاذر وايت بلاد سيلز احنا عايزين الاذر وايت بلاد سيلز عندنا مين بقى؟ عندنا بداية كده البيزوفيلز او بنسميها البيزل سيلز. هي ليه بيزل سيلز؟ او احنا لو بصينا في السيلز دي هنلاقي ان هي فيها جرانيولز فيها حبيبات كده. الحبيبات دي عشان تظهر السيلز دي بالاشكال المختلفه بتاعتها ويحصل لها ديفرنشيت في الشكل كده فهي اتصبغت بانواع من الصبغات المختلفه منها اللي كان بيز منها اللي كان اسيدك ومنها اللي كان عادي خالص اللي هو ناتشرال فمن هنا جت الاسامي على حسب الصبغه اللي هي اتصبغت فيها. يبقى البيزوفيلز دي هي اتصبغت بصبغه بيزكس خلاص اللي هي يعني كانت بيزكس كانت قاعديه
ودي اللي هي الشكل بالشكل ده. بعدين الاسيديك اللي هي او اللي تسبب بصبغه اسيديكس اللي احنا بنسميها الايوسينوفيلز، وبعد كده الناتشرال ناتشرال سيلز او النيوتروفيلز. بعدين عندي هنا المونوسايتس، المونوسايتس اللي هي بنشوف ان انا عندي هنا النيوكليس بتاعتها كبيره وزي ما احنا شايفينها وهي واحده بس وكبيره وبتبقى واخده تقريبا معظم الفراغ بتاعها. ممكن تكون هنا النيوكليس في السيلز اللي فاتت زي ما احنا شايفينها بتبقى متفرعه او متقسمه كذا شكل، لكن هنا واحده بس. يبقى هي المفروض ان هي بتعمل او الثلاثه دول اللي هم الايزوفيلز والايوسينوفيلز والنيوتروفيلز بيعملوا ايه؟ دول بيعملوا استراكشر للانفكشن سبيشيز بكتيريال انفكشن والانفلاميشن، وهنشوف نوعهم بيعملوا امتى بيشتغلوا. الجرانيولز بتاعتهم احنا قلنا ديزنتجريت اللي هي الباثوجين، اللي بتعمل تحلل الباثوجينيك سيلز او الباثوجين سيلز اتاكينج ذا بودي. اي باثوجين سيلز بتعمل اتاك للبودي، الجرانيولز دي هي اللي بتعمل اتاك للباثوجين ده. بعد كده بتعمل انجست اند دايجست للباثوجينز. ازاي بقى؟ بتعمل عمليه فاجوسايتوزيس، يعني هي بتشبه هنا الماكروفيج. طيب عندي بعد كده المونوسايتس برضو بتعمل ديستروي للفورين بوديز وتشينج انتو، وممكن تتحول الفاجوسايتوزيس خلاص او تعمل كانها ماكروفيج لما بتحتاج تعمل عمليه انجلف للفورين اورجانيزم. انا هنا بالشكل ده بشوف الاورجانز وبشوف السيلز، بشوف كل واحد وسلاحه ايه وتخصصه ايه، علشان في الاخر وانا بطبق على عمليه الميكانيزم ابقى عارف بقى كل واحد هيقدر يعمل ازاي او يحارب ازاي ويدافع عن الجسم ازاي. طيب الماكروفيج الخلايا اللي هي الاخيره اللي احنا عايزين نتكلم عنها او اخر نوع من انواع السيلز اللي اتكلمنا عنها، فانا عندي تو تايبس منهم. اولا في فيكسد ماكروفيج، دي حاجات كده واقفه زي برضو دوريات كده، زي ار فاوند ان موست اوف بودي تيشوز، موجوده في معظم التيشوز بتاعت البوديز وطبعا باساميها بتختلف على حسب المكان اللي هي موجوده فيه، ديبندز اون ذا تيشو وير ذي اكزيست. الفانكشنز بتاعها هي بتعمل عمليه زي ما قلنا انجلف لاي فورين بارتيكلز، اي فورين بوديز، اي مايكرو اورجانيزم، بتعمل له عمليه بنسميها الفاجوسايتوزيس. يبقى الفاجوسايتوزيس اللي هي عمليه البلعمه الابتلاع، هي بتبلع على طول. وير زي بتعمل بيك اب للميكروبس او اي فورين بوديز، وتعمل اي سوماتيك سيلز، اي حصل لها خلاص المفروض ان هي بقت سنتنت، يعني هي دلوقتي بقت خلاص عجوزه المفروض ان انا اتخلص منها، فاحنا بناخدها وتتخلص منها، هي اللي هي الماكروفيج. طيب الموبايل، الموبايل عاملاها زي الدوريات اللي بتمشي. انجاف ذا فورين بارتيكلز اللي هي بتعمل برضه بتعمل انجاف للبارتيكلز، بس دي بتتحرك، دي بتلف في الدم، لكن دي واقفه ثابته، يعني الدم هو بيتحرك، السيلز وهي ماشيه مع حركه الدم بتمر عليها، لكن دي هي اللي بتمشي مع الدم نفسه وبتبحث على اي فورين بودي. بتعمل offer the information which are collected about microbes. أنا بجمع الinformations والforeign particles اللي هي بتدخل إزاي found in lymph node وscattered in different، دي بتجمعها من خلال الantigen اللي بيبقى موجود عليه. يعني هي المفروض إن هي بتعمل دلوقتي collected about microbes، بتعمل collected الinformations دي عن الميكروبس اللي داخل من خلال الantigen بتاعه، الantigen اللي هو بيبقى موجود على السطح بتاعه. وبعد كده بتعمل in different body parts which repair المفروض ان هو prepare to suitable defense mechanism such as the antibodies. وبعد كده بتقول لهم، بتعرض المعلومات اللي هي جمعتها او اللي هي عرفتها او اللي حللتها من الانتيجين بتاع الميكروبس ده، هي بتحلله وبتعرضه لكل الجسم علشان كل الجسم يبتدي يشوف كل واحد بالميكانيزم بتاعه ازاي هيحارب الفورين بودي ده. ده شكلها او دي شكل عمليه الفاجوسايتوزيس، هي ازاي عمليه ان هي بتبتلع او بتعمل كده. دي شكل الماكروفيج زي ما احنا شايفين، دي اشكال مختلفه ليها، بتبقى بالشكل ده في البلد بحيث ان هي تمشي تبحث عن الميكروبس زي ما احنا شايفينها كده وتعمل اتاك وانجلف بيه. طيب دي كده احنا خلصنا السيلز، خلصنا الاورجانز، يبقى احنا عندنا اخر حقيقه والقبل الاخيره اللي هي الكيميكلز. عندي الكيميكلز، في نوع من الكيميكلز دي كان نوع عندنا حوالي عندنا اربع انواع اللي هما مين بقى؟ الكيموكينز والفانكشنز بتاعها المفروض ان هو جايد اور مايجريشن
recruit or guiding migrations, large circulating phagocytes, which are found in the body by large numbers towards the site of the tract. يعني المفروض ان انا الكيموكينز دي مادة بتفرز في المكان اللي بيبقى فيه infection او فيه foreign body او فيه مثلا microbes دخل. وتواجده بمكان كبير او الكيموكينز ده ما يفرز في مكان بكميات كبيره يبقى هو ده جايد للمايكروفيج ان هو بينبه المايكروفيج انا موجود هنا علشان هنا في مشكله زي ما انت تلاقي تجمع من الناس كده متجمعين حوالين حد في الشارع فتحس ان هنا في خناقه يبقى التجمع الكيموكينز او تواجد الكيموكينز بكميات of large numbers في مكان محدد او في تيشوز محدده من الجسم ده بينبه المايكروفيج او ده بيوجهها ان في هنا فورين بودي يبقى هو بيعمل لها جايدنج هو بيوجهها ان هنا عندي مشكله عندي عدو فالماكروفيج بتتجه او بتروح للمكان اللي مطلق فيه الكيموكينز بالكميات الكبيره دي. طب الانترلوكينز ده المفروض ان هو بيعمل ايه؟ هو بيعمل ميديت كوميونيكيت امونج ذا ديفرنت اميون سيلز وهنشوفه واحنا بنتكلم في الانترلوكين واحنا سوري بنتكلم في الميكانيزم هنشوف ان الانترلوكينز ده بيعمل كوميونيكيشن هو وسيله اتصال ما بين الاميون سيلز ما بين الخلايا دي والخلايا دي، الخلايا دي عشان تكلم الخلايا دي او تنبهها او تقول لها ان التي سيلز مثلا تنبه البي سيلز او تعمل لها اكتيفيشن فهي تفرز عليها ايه؟ طيب بيعمل ميديت كوميونيكيشن بتوين الاميون سيستم مش بس كمان بتوين الاميون سيلز مش بين بتوين السيلز بس مش بين الخلايا نفسها ده كمان بتوين الاول سيستم كل السيستم اللي هو الاميون سيستم وديفرنت بودي سيلز كمان يعني ما بين الاميون سيستم والسيستمز الثانيه الموجوده في الجسم. طيب هيلب الاميون سيستم كمان تو بريفورم اتس defensive function هنشوف ان هو طبعا بالشكل ده هو بيساعد الاميون سيل او الاميون سيستم ان هو يؤدي الوظيفه بتاعته. الكومبلمنتس الكومبلمنتس دي من المواد المهمه جدا او المتممات او المكملات زي ما بيقولوا. They are different types of protein and enzymes هي انواع مختلفه من البروتينات ومن الانزيمز اللي هي موجوده علشان تعمل وظيفه محدده او وظيفه مهمه قوي. هي بتعمل destroying the microbes in the blood after their conjugation with antibodies يعني ايه بقى؟ يعني انا عندي انتيبودي زي ما احنا قلنا بتفرزها البي سيلز، البي سيلز بتعمل بروديوس للانتيبوديز اكوردنج للانتيجين الموجود على الفيروس او الميكروبس ده وبناء على الشكل ده بيكون لها الانتيبودي ده، اوكي الانتيبودي دي ليها مفتاح لازم يفتحها او ليها حاجه تمسك فيها عشان تشتغل. حاجه تشغلها الاول علشان اشغل الانتي بودي لازم يمسك فيها الكومبلمنت يبقى الكونجيجيشن بتوين الكومبلمنت اللي هي الانزيمز دي او البروتينز دي بتوين الكومبلمنت والانتي بوديز دي مهمه جدا عشان الانتي بوديز تعمل الفانكشنز بتاعها وتبدا من خلالها لايزنج للميمبرين بتاع الانتيجينز الانتيجين اللي هو موجود فين اللي احنا قلنا ان هو موجود على السيرفيس بتاع اي فورين بوديز وبعد كده يبقى سهل ان هو يحصل له عمليه انجلفد باي الفاجوسايتوز. طب الانترفيرونز دي من المواد المهمه اللي هنشوف برضو في الميكانيزم بتاعها في السيشن الجايه ان شاء الله هي different types of protein produced and secreted by the infected tissue ودي من الحاجات المهمه جدا في الجسم هو بتفرزها الانفكتد تيشو اللي حصل له خلاص بقى دلوقتي انفكشن اللي حصل له انفكشن بالفيروس مثلا وبعد كده بيبدا يفرز هو نوع محدد من البروتينز ده بيفرزه فين ناحيه مين ناحيه اللي هي الادجسنت سيلز اللي هي الهيلثي ادجسنت سيلز علشان او نيبرينج سيلز علشان يحميها او يخليها تقدر تعمل الدفاع بتاعها اجينست الفيروس ده إيه هنتكلم عنها بالتفصيل واحنا بنتكلم في الانترفيرنس. الانتي بوديز احنا قلنا ان هو عباره عن سبيسيفيك بروتينز نون از اميونوجلوبيولين. اميونوجلوبيولين كلمه كبيره شويه الاختصار بتاعها اي جي وده دايما الانتي بوديز او غالبا بياخد شكل اللي هو الواي شيب. موجود فين الاميونوجلوبيولين او الانتي بوديز دي موجوده او الاي جي موجود بانواعه الخمسه زي ما هنشوف موجود بيمشي في الدم سيركليتس ان ذا بلاد اند لينف في هيومن هو ماشي في الليمف والبلاد. اوكي هو اوريجن بتاعه او المنشا بتاعه مين اللي عمل له برودكشن؟ طبعا احنا متفقين ان البلازما بي سيلز وخاصه لان احنا هنشوف ان انا عندي بي بلازما وبي ميموري الفانكشن بتاعته هو مع الكومبلمنت لازم يعمل ادهير ويز ذا فورين بوديز اللي هي البكتيريال سيلز مثلا توفر ذيم تو ذا اذر وايت بلاد سيلز علشان تعمل انجلفنج.
ده شكل الانتي بوديز بي الشكل بتاعه اللي هو واخد شكل الحرف الواي، واحنا عارفين ان شكل الانتي بوديز من الاشكال المهمه عندنا في الامتحان، واحنا لازم نتعود على رسمها او بنرسمها فعلا. طيب احنا قلنا ان هو شكل واخد شكل الواي، دلوقتي لو عملنا الاستراكشر بتاعه بحرف شكل الواي، احنا قلنا ان انا عندي تو تشينز، اولا عندي اثنين هيفي تشينز اللي هما الكبار او باللون بلو دول، وبعدين عندي اثنين لايت تشين اللي هما باللون الريد. اوكي لو مسكت الجزء الاولاني من هنا، انا عندي جزء بيبقى فاريبل وعندي جزء بيبقى كونستنت. الجزء الكونستنت اللي هو الجزء الثابت اللي هنا اللي هو باللون الدارك بلو والدارك ريد ده بيبقى كونستنت، لكن الجزء اللي فوق ده بيبقى فاريبل، بيتغير على حسب ايه؟ بيتغير على حسب زي ما احنا شايفينه كده، ده اللي هو الفاريبل ده بيتغير على حسب الانتيجين. يعني دي الانتيجينز مثلا باشكال مختلفه، ده اكزامبلز عليها، وهو متغير شكل الفاريبل constant variable regions according to الشكل بتاع الانتيجينز. اوكي يبقى انا بعمل او بشكل او بفصل انتي بوديز الفاريبل ريجون بتاعه بيكون على قد او على شكل بالظبط الانتيجين بتاعي علشان يقدر يمسك فيه. يبقى انتي بوديز يبقى لازم يكون الفاريبل ريجون واخد شكل الانتيجين عشان يقدر يعمل ادهير معاه او يمسك فيه. طيب المفروض ان انا دي احنا اتفقنا ان دي عندي الانتيجين بيندنج سايت، وهنا المكان اللي بيمسك فيه الانتيجين طبعا، وبعد كده دي الهيفي واللايت تشين. يبقى احنا اتفقنا عندي كام شكل من اشكال او كام تايبس، ايه تايبس بتاعه الاي جي او الانتي بوديز؟ احنا قلنا ان هم خمسه. اختصار لكلمه ماجد مثلا، احنا قلنا الاي جي ام، اي جي جي، اي جي اي، اي جي دي، اي جي اي، دول الانواع المختلفه بتاعتنا. في جزء هنا عايزين بس نقول عليه، احنا قلنا دلوقتي ان هم التو هيفي تشينز او عندي هنا اللي هم التو تشينز اللي هم اللونج اللي هما الهيفي او اللايت، المفروض ان هما ماسكين ببعض او جوينت توجذر باي داي سلفايد بوند. هنا شايفين ان انا عندي هنا داي سلفايد بوندز، هنا في اثنين وهنا في واحده ماسكه هنا وواحده ماسكه هنا. يبقى احنا قلنا كونستنت ريجون فاريبل ريجون، وهنا عندي الهيفي تشين واللايت تشين، وهنا اللي هما الداي سلفايد بوندز، ودي الانتيجين بيندنج سايت. وهنا في تو بوينتس صغيرين دي مهمه قوي ان انا بقول دي الكومبلمنتس بيندنج سايت. احنا لسه قايلين ان لازم الانتي بوديز يعمل ادهير او كونجيجيشن وذ الكومبلمنتس علشان يعمل يقدر يشتغل او يعمل الشغل بتاعه اجين يمسك في الانتي بتاع الميكروبس. يبقى ده الاستراكشر بتاع الانتي بودي طبعا اتكلمنا عنه. طيب الميكانيزم بتاعت الانتي بوديز بتشتغل ازاي؟ الانتي بوديز دي قلنا الانتي بوديز بتشتغل بالخمس طرق مختلفه، يعني اي واحده فيهم المهم ان هي باي طريقه لازم تقضي على الميكروبس ده. ازاي بقى؟ المفروض ان هي عندي نوفيوم او اول طريقه عندي الميكانيزم الاولاني بنسميها نيوتراليزيشن اجليوتينيشن بيرسبتيشن لايزيس والانتي توكسنز. نيوتراليزيشن احنا عارفين ان هي بتعمل هي وظيفه مهمه او ان هي فانكشنز بيعملها الانتي بودي عشان يعمل ريزيست للفيروس، بيعمل له نيوترلايزنج يعني هو بيوقفه او هو بيوقف شغله، بيعمل عمليه تعادل مثلا للتوكسنز بتاعته. فهو الانتي بوديز هنا بيعمل ادهير او بندنج مع الاوتر كود بتاع الفيروس، والبيلدنج ده بيعمل بريفنت الفيروس فروم ادهيرنج تو ذا ميمبرين اوف هوست سيلز. يعني لما هي الانتي بوديز هنا تمسك في الميمبرين بتاع الانتي بودي، يبقى هي كده منعت ان الفيروس ده يمسك في السيلز بتاعه الهوست اللي هي دخلته، وبالتالي مش هيقدر يعمل سبريدنج باسنج انسايد ذم. خلاص طب افرض بقى ان الفيروس ده سكسيد تو بينتريت ذا هوست الميمبرين، طب هي نجحت قدرت يعني تشغلها كده ودخلت جوه الميمبرين بتاع السيلز ده، دخل جوه، يبقى الانتي بوديز هنا احنا قلنا will prevent the nucleic acid of the virus from coming out. يبقى هنا بيعمل ايه بقى الانتي بوديز؟ ان هو هيمنع خروج اللي هو النيوكليك اسيد او الدي ان اي بتاعته الفيروس دي ان هي تخرج من بره البروتين كودز and replicate inside the host cell by keeping the codes interact or cell. احنا يمكن في الدي ان اي درسنا شكل في اول حاجه خالص لما اخذنا ازاي اللي هي الفيروس اللي هاجمت البكتيريا ازاي ان هي بتفتح الكود البروتين كود بتاعها ويدخل وينزل الدي ان اي بتاعها منها. يبقى هنا هي الانتي بودي طريقه عمله ايه؟ ان هو بيمنع ان الكود ده يتفتح ويخرج منه الدي ان اي عشان ما يعملش عمليه الريبليكيشن، وبالتالي يقدر يعمل سبريدنج انسايد ذا سيلز.
طيب agglutination or clumping دلوقتي هنا بيقول لي some antibodies such as the IgM have many antigens binding sites ودي مهمة قوي احنا قايلين هنا من الانواع عندنا كذا كذا نوع كذا واحدة فيهم عندها اثنين عندها باي بيندنج سايت اثنين لكن هنا في واحد فيهم عنده أكتر من اثنين وأكتر من اثنين دي طريقة مهمة علشان يقدر يمسك فيه كذا مايكروبس أو كذا فورين بودي في نفس الوقت يبقى واحد بس واحد أنتي بودي يقدر يمسك في كذا مايكروبس at the same time خلاص ليه لأن هو عنده أكتر من many antigen binding sites which enable each of them to bind to the more than one microbes. طبعا هي تمسك الميكروبس من خلال ايه؟ من خلال الانتيجين اللي على السطح بتاعه شايفينه and this leads to clumping of microbes of the same or on the same body اللي هو موجود على الانتيبادس. طيب ده بيعمل ايه؟ ده بيعمل ويك او بيضعف الميكروبس ده لحد ما تيجي الفاجوسيتوزس بتعمل له الانجلف اوف ذا بلو اللي هي الماكروفيج. طيب البرسبتيشن دي عملية بعمل لها اللي هي دي عملية ازاي بعمل هابنز دي بتحصل للسوليبل انتيجنز يعني بعض الانتيجنز اللي بتدخل اللي بيدخل بيها الميكروبس احنا قلنا ان الميكروبس بيدخل على السطح بتاعه انتيجنز وده بيبقى عامل زي الاي دي بتاعه لو الاي دي بتاعه ده كان سوليبل وتحلل بسرعة يبقى انا مش هقدر امسك فيه اتحلل حصل له تحلل يبقى انا مش هقدر اتعرف عليه فبعض الانتي بوديز بتتعرف عليه ازاي ان هي بتمنع عمليه التحلل بتاعه يبقى هي بتعمل ايه بقى للسوليبل انتيجنز ده بتمسك فيه بتوين الانتي بوديز اند ذيس انتيجن ليدز تو فورميشن اوف ان سوليبل انتيجن هتحوله من شكل سوليبل لشكل ان سوليبل ليه بقى عشان يبقى موجود بحيث ان بيحصل له بيرسبتيت تو فاسيليتيت ذا انجلفد باي فاجوسيتوزيس يبقى طالما هو خلاص انا هتعرف عليه طالما الانتيجين بتاعه موجود يبقى الفاجوسيتوزيس تيجي تعمل له انجلف ايه طالما عنده انتيجين لكن هو لو كان حصل تحلل للانتيجين اول ما دخل يبقى انا ما كنت سوليبل او داب على طول ما كنتش هقدر اتعرف عليه ده هي عملت بيرسبتيت او عملت ترسيب لي منعت عمليه ان هو يحصل له ذوبان في الدم بحيث ان هو يقدر يتعرف عليه Lysis دي أنا بحلله البندنج between الانتيبوديز and the antigen activates specific protein and the enzyme called the complements. إحنا عارفين إن الانتيبوديز والانتيجين المفروض إن هما يمسكوا مع بعض دول المفروض إن هما بيتأكتفوا لما يمسك فيهم النوع الإنزيم اللي هو اسمه complement. These complement lyse the codes المفروض إن الكومبلمنتس ده أول ما بيمسك فيهم بيعمل lysis للكودز الموجودة على الأنتيجين علشان يدوبوا وبعد كده أبدأ أتعرف على المكونات أو المعلومات بتاعته بحيث إن يسهل عملية الفاجوسيتوسيس. اخر حاجه الانتي توكسينز والانتي بوديز هنا بتعمل بند للتوكسينز اند فورم كومبلكس انتي بوديز اند توكسينز يعني لو انا عندي ماده بتبقى سامه ممكن وتدخل تهاجم السيلز فهي ممكن تقضي وتعمل سترونج للسيلز لكن انا ممكن تبقى في الماده السامه بارتكلز اوف توكسينز دي وتعرفت عليه الانتي بوديز فالانتي بوديز بتمسك بتعمل ادهير في او بتعمل زي ما في الماده اللي هي التوكسينز دي وبتحولها من ماده سامه او بتقلل السميه بتاعتها وفي العمليه دي بنسميها ديتوكسيفاينج انزيم او ماده اللي هي الانتي بوديز النازعه السميه اللي هي نزعه السميه بتاعتها. يبقى احنا كده خلصنا كل الميكانيزم كل الاورجانز وكل الاستراكشر بتاع الليمفاتيك سيستم وان شاء الله المره الجايه هنشتغل في الميكانيزم. بسرعه كده ممكن نحل معلش فورم هنا في الامتحان سريعا بيقول لي الليمفاتيك اورجانز ذات ار ريليتد تو ذا دايجستيف سيستم ايه هي الليمفاتيك اورجانز في دولز اللي هي بتتبع دايجستيف تونسلز اند سبايرس باتش سبلين اند سايمس جلاند sinus gland and pyre patch, tonsils and spleen. طبعا عندي tonsils لانها موجوده في الماوس وده تبع digestive, pyre patch موجود في الانتستين فالاثنين دول digestive system. اوكي عندي هنا stem cells mature into immune cells. الستيم سيل بيحصل لها maturation وتبقى immune cells بقى خليه مناعيه ليها وظيفه فين بقى؟ طبعا احنا عارفين في البون مارو اند سينس جلاند علشان انا اتكلمت بشكل عام ما حددتش انهي ستيمز هي بيحصل في زي البي سيلز هيحصل لها في البون مارو والتي سيلز هيحصل لها في السينس جلاند. اوكي which of the following process occurs in the spleen to immune cells يعني ايه اللي بيحصل للimmune cells جوه السبلين بيحصل لها production ولا maturity ولا differentiation ولا storage لا السبلين بيخزن الimmune cells فهو بيحصل لها storage او تخزين جواه
one of the most common substances found in the skin tissue infected with actins. Actins اللي هي حبوب الحب الشباب. ايه اكتر مواد ممكن تكون موجوده على البشره المصابه او اللي فيها حبوب شباب؟ انترلوكينز ولا انتي بوديز ولا كيموكينز ولا سبلمنتس؟ طبعا الكيموكينز، ويمكن دي هتوضح اكتر في السيشن الجايه ان شاء الله واحنا نشرح الميكانيزم. Which of the following substances prevent the spread of virus C in the liver? ايه المواد اللي ممكن تمنع انتشار فيروس C؟ Interferon ولا الانتي بوديز ولا الكيموكينز والانترفيرونز ولا interferons and the antibodies؟ طبعا الحاجة بتمنع يبقى عندي الانترفيرونز والانتي بوديز علشان هتمسك. Substances whose presence in the P plasma cells are حاجة موجودة المفروض ان هي المفروض تبقى موجوده مع البي بلازما سيلز او مع الخلايا البلازما، مين؟ الانترفيرون والكوفالنت والسايموسين ولا الاول؟ طبعا انا عايزه البي بلازما هي البي اللي بتنتج الانتي بوديز، يبقى هي محتاجه الكومبلمنتس علشان تمسك فيها وتمنع وتمسك في بعد كده في الانتيجين. The stage that lymphocytes go through، ايه هي المراحل اللي بتمر من خلالها الليمفوسايتس؟ احنا هنا جايب لي مراحل مختلفه، formation, maturity, activation, storage، احنا هنرتبهم بس بشكل متتالي ورا بعضه، فهي اولا بيحصل لها formation, maturity، بعد كده storage، وبعدين لما اجي اشغلها يحصل لها activation. The organs that stores most type of immune cells، مين اللي بيخزن اكتر انواع immune cells؟ اللي هي الليمف نود. طيب detoxifying enzyme corresponding to the human، ايه اللي detoxifying enzymes اللي موجوده في البلانت بيقابلها ايه عندنا في الهيومن؟ عندي الكومبلمنتس بتقابلها في الهيومن. هي في اسئله ثانيه انا بعت لكم الفورم، بعت لكم اللينك بتاع الفورم ممكن تكملوه، انا بس عايزه احل معاكم اسئله شويه في الجيف ريزون بسرعه قبل ما السيشن يخلص. Give reason هنا بيقول لي bending is the confirmative between antibodies and their antigens. ليه لازم يحصل confirmative bending between the antibodies and the antigen؟ احنا قايلين او لازم ده يحصل علشان ال antibodies have two antigens bending sites and the antigens of microbes have many bending sites which makes the bending is confirmative certain between the antibodies and their antigen. طيب الانتيبوديز بند تو ذا اوتر كوت اوف ذا فيروس، ليه بيمسك فيه؟ تو بريفنت ذا فيروس فروم ذا ادهيرنج اوف ذا ميمبرين اوف هوست سيلز، سو بريفنت ذا فيروس فروم سبريدنج اور باسنج تو انسايد ذا سيلز، علشان احنا لسه قايلين عشان يمسك فيه الفيروس ويمنع دخول. The organs of immune cells are called lymphoid organs. ليه انا بسميها lymphoid organs؟ Because they contain large number of lymphocytes and in these organs maturation and differentiation of lymphocytes takes place. Thymus gland secrete thymocyne hormone. ممكن اجيب كده اقول ليه thymus gland بتفرز thymocyne hormone؟ ولا ممكن اقول كمان بصيغه ثانيه thymocyne hormones play an important role in the function of the immune system. ليه؟ هنقول this hormone stimulate maturity of lymphoid stem cells to T cells and their differentiation to different types inside the thymus gland. Okay, the iron is transferred from the spleen to the bone marrow. هو ليه الايرن بيتحرك او من السبلين للبون مارو؟ هنا بنقول as the spleen contains a lot of macrophage، احنا قايلين ان الماكروفاج بتعمل انجلف للخلايا اللي خلاص اللي هي السوماتيك سيلز اللي عايزه تتحلل. طب فيها السيلز دي فيها طبعا ايرون، فيها حديد، والحديد ده مهم للجسم، هل هتخلص من الحاجه المفيده؟ لا، هي بتعمل انجلف للريد بلاد سيلز لكن ودايجست وتعمل لها ديزنتجريت، لكن هي بتحول بتحول الايرون ده بتوديه فين؟ بتخزنه تاني او بتحوله للبون مارو. يبقى هنقول ان هي بتعمل انجلف صحيح ديزنتجريت انتو اتس كومبوننتس از ذا ايرون ويتش از ترانسفورمد ان ذا ريد بون مارو تو بي يوزد، علشان اعمل له عمليه ريوزد تاني، استخدمه اعاده استخدام من اول وجديد في الخلايا الجديده اللي هتنتج. يبقى انا لو بون مارو هتنتج خلايا جديده زي اللي هي ريد بلاد سيلز جديده، يبقى هتطلع وتلاقي في حديد او في ايرون ممكن تستخدمه علشان الفانكشن بتاعتها مهمه طبعا. يبقى to be used in production of new red blood cells. طيب neutrophils can struggle with the infection especially bacterial infection and inflammation. ليه؟ neutrophils because they contain granules، جواها granules which have the main role in the disintegration of the pathogens cells attacking the body.
ingest and digest the pathogens اللي هو بتعمل عملية phagocytosis, so they struggle the infection, especially as a bacterial infection and inflammation. طيب لو قلنا هنا explain each of the following, هنا السؤال تاني, sometimes the function of antibodies depends on the complements. ليه الفانكشن بتاعتها بيعتمد على complements؟ هنقول لأن complements destroy microbes in blood after their conjugation bending, بعد ما بيعمل conjugation أو بيعمل bending مع الانتيبادي, where they lies the membrane of microbes and dissolve their contents which makes them easily to engulf it by pathogens. خلاص يبقى أنا لازم يعمل ده الأول قبل ما يحصلوا engulf it. Complements have special mechanism to destroy pathogens. Yes, because they the complements destroy microbes in blood after their conjugation binding or with antibodies and lyses the membrane. Type secretion of interferon increase from the cell infected with virus or cells infected by virus can protect their neighboring cell from infection. بالطريقة دي أو بالطريقة دي اي صيغه فيهم الاجابه هتكون these cells secrete certain protein called interferons which bind to healthy cells neighboring to induce healthy cells to produce enzymes that inhibit replication enzymes of the virus and preventing the virus طبعا from production and spreading on the body. Is there a relation between the هنا بقى سؤال الأخير بختم بيه, is there a relationship between the thymus gland failure and the spreading of cancer disease؟ هل أنت شايف إن في علاقة ما بين ال thymus gland failure لو أنا عندي فشل لا قدر الله في thymus gland وانتشار الكانسر ديزيز؟ هنقول yes. ليه؟ As the thymus gland secretes thymocyte hormones, with thymocyte hormones ده بيعمل stimulate the maturity of the lymphoid stem cells into two lymphocytes. لأنواع كل الليمفوسايتس اللي هي T lymphocytes and their differentiation into the different types اللي هي T cytotoxic و T اللي هي killer يعني و T suppressor و T helper وهكذا, which attacks the foreign cells as the carcinogenic cells too. So there's a direct the relationship between the thymus gland failure and the spreading of the cancer disease. ربنا يعافينا كلنا منه. وبكده نكون خلصنا سيشن النهارده اعزائي الطلبه, وإن شاء الله في السيشن الجاي هنخلص الميكانيزم بتاع الإميون سيل الإميون سيستم, وإلى اللقاء في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام يا مس فاطمة.